أسادة وسادة في كل مكان، انتصف نهار القاهرة. مرحبا بكم، مرحبا بك زميلتي فاطمة. مرحبا بك عمرو، ومرحبا بحضرتكم. هذه نشرة الظهيرة، وإلى التفاصيل. نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح. وفي بيان له أوضح رشوان أن كذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات عالمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنهم لم يسمحوا بدخول المساعدات للقطاع، وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع. وأشار البيان إلى أنه عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة. وأكد رشوان أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية. وأكد رشوان أن مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع. وأشار إلى أن عددا من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم. أهلا بحضرتكم مرة أخرى، ونستأنف تقديم نشرة الظهيرة وعودة لملف الأوضاع في قطاع غزة، حيث يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام حركة دخول مختلف شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى القطاع، إضافة إلى شاحنات الوقود. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل أخبار مصر محمد عبد الصبور. محمد أهلا بك، كيف إذن يبدو المشهد لديك الآن عند المعبر بالنظر إلى حجم الشاحنات والمساعدات التي على وشك الدخول إلى القطاع؟ نعم، تحياتي فاطمة، تحياتي عمرو، تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. الآن وعلى الهواء مباشرة أمام معبر رفح البري بالتماس مع قطاع غزة، كما تري في الصورة هناك بوابتان، بوابة خلفي مباشرة وأخرى على يساري. هذه البوابة التي تقع على يساري، إذا سمح لي زميلي هنا عبد الكريم أن يسلط الضوء على هذه البوابة تحديدا، هذه البوابة هي التي من خلالها يتم إرسال شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة. كما تري في الصورة هذه البوابة مفتوحة دائما وأبدا أمام حركة المساعدات الإنسانية، وهناك بوابة أخرى. هذه البوابة الأخرى يدخل من خلالها الأفراد، وأيضا يخرج منها الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. إذن بنتحدث أن معبر رفح دائما وأبدا مفتوح أبوابه أمام حركة الشاحنات وأمام خروج ودخول الأفراد. ولكن اليوم مثلا على سبيل المثال يوم السبت هناك أجازة رسمية في إسرائيل، وبالتالي لم تدخل أي شاحنات غذائية أو مواد إغاثية على الإطلاق يوم السبت حتى هذه اللحظة، ولكن ما دخل هو 6 شاحنات للوقود، 4 للغاز و2 للسولار لإمداد المستشفيات التي في أقصى حاجة إلى مثل السولار أو الغاز حتى تستمر في أداء خدماتها الصحية العاجلة للجرحى والمصابين. ولكن أحب أن أنوه أن دائما الإجراءات الإسرائيلية من إجراءات التفتيش المعقدة وإجراءات أيضا الأمنية هي التي ربما تؤخر وصول العدد الذي نرغب في إيصاله إلى قطاع غزة. على سبيل المثال قبل الحرب كان يصل حوالي 500 شاحنة إلى قطاع غزة، لكن أثناء الإسرائيلية على القطاع ما بين 100 إلى 200 شاحنة هي التي تدخل قطاع غزة، وبالتالي هذا العدد ربما يكون قليل ولكن قلته نظرا للإجراءات. يعني على سبيل المثال
هذه الشاحنات التي تدخل الى هذه البوابه عليها ان تعبر 40 كيلو الى معبر العوجه، ثم تخضع للتفتيش الدقيق، ثم بعد ذلك تعود مره اخرى 40 كيلو اخرى الى معبر رفح، ثم بعد ذلك تدخل بمرافقه قوات من الامن الاسرائيلي بمعدل سياره امن او سيارتين لكل 10 شاحنات، فبالتالي هذا يستغرق وقت طويل جدا في الجانب الاسرائيلي. فيما يخص محمد لو تسمعني يعني ربما صحيح بيبعد عن هنا لو تسمعني عندما ذكرت لك الاجراءات برضو اليوم السبت فلا تدخل الشاحنات بالقدر الكافي عبر معبر رفح، هذا تاكيد على ان اسرائيل هي من يتحكم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح. نود التاكيد على هذه النقطه تحديدا لانها تدحض المزاعم الاسرائيليه القائله بان مصر تمنع ادخال المساعدات. نعم، يعني كما ذكرت الجانب الآخر هو دائما ما بيصطدم بإجراءات تفتيشية وإجراءات أمنية معقدة وصعبة إلى حد كبير. على سبيل المثال مثلا معبر كرم أبو سالم والذي يبعد عن هنا 4 كيلو متر فقط، مسموح للدخول مباشرة لمعبر كرم أبو سالم للسيارات التابعة لهيئة الأمم المتحدة الشاحنات، أما غير ذلك أيضا يخضع لعمليات تفتيش مستمرة ثم يرجع إلى معبر رفح مرة أخرى ثم يسمح له بالدخول، وهذا يؤدى إلى تأخر الشاحنات. هناك ضغوط دولية كبيرة لتسريع من وتيرة الشاحنات. خليني أقولك أن منتصف هذا الأسبوع ربما هناك يعني أخبار شبه مؤكدة على زيارة وكيلة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة وإعمار غزة، وهو منصب جديد استحدث بقرار من مجلس الأمن الشهر الماضي للسيدة سيرجرادا، وهي كانت رئيسة وزراء هولندا السابقة، سوف تتولى هذا الملف بداية من منتصف هذا الأسبوع، وستأتي إلى القاهرة ثم العريش ثم ستدخل من هنا من معبر رفح إلى قطاع غزة، وستستغرق زيارتها عدة ساعات للإطلاع وتنسيق وترتيب عملية دخول المساعدات، وربما تكون صحيح من أجل الضغط لإسراع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. شكرا جزيلا على هذه المتابعة محمد عبد الصبور مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من عند معبر رفح. لليوم 99 على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفا وراءه المزيد من الشهداء والمصابين. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدا بينهم أطفال ونساء إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج بمدينة غزة. وقبل ذلك بقليل استشهد وأصيب آخرون بجروح في قصف مسيرة إسرائيلية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. في سياق ذاته وصل عدد من الجرحى للمستشفى ناصر من جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس، فشن طائرات الاحتلال حزاما ناريا على قزام النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي دعوة شمال النصيرات وسط القطاع، وهو ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض. ولليوم الثاني يستمر الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، ويعاني قطاع الاتصالات من الاستهداف المستمر، حيث وصل حجم الدمار ما يزيد على 80%، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها، بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23,800 شهيد، إلى جانب أكثر من 60,000 جريح وآلاف المفقودين.
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 من الشباب الفلسطينيين قد استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن الفلسطينيين 3 كانوا يحاولون اقتحام مستوطنة قريبة من مدينة الخليل الليلة الماضية. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جنديا أصيب في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين أثناء اختراقهم السياج الخارجية للمستوطنة. أعربت مصر عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن، ودعت وزارة الخارجية في بيان لها إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لخفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر. اعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما سبق، وحذرت منه مرارا وتكرارا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مؤكدة على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للأمن والسلم الدوليين. نفى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ما تردد حول تعليق الملاحة في قناة السويس بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب. وأكد رئيس هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة في الاتجاهين، وأوضح أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن حركة الملاحة سوف تشهد اليوم عبور 44 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2,300,000 طن. شن الجيش الأمريكي ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن تضمنت موقع رادار كما استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك عقب ضربات شنتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية للحوثيين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة. وأشار الجيش الأمريكي إلى أن الضربات الجديدة استهدفت تعطيل وتقليل القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة في أهم الممرات المائية في العالم. هذا وقد قال المتحدث باسم الحوثيين إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في القصف الأخير للولايات المتحدة على مواقع باليمن. ووصف المتحدث باسم الحوثيين الضربات الأمريكية ومن بينها الأخيرة على قاعدة عسكرية بغير الفعالة في تقليص قدرات الجماعة على منع السفن المتوجهة لإسرائيل من المرور في البحر الأحمر أو الخليج العربي، كما تعهد برد قوي وفعال على هذه الضربات. نجدد لكم التحية. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني اعتبارا من غد الأحد، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل. أضافت الوزارة أنه على الطلاب تسليم الاستمارات للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق 11 فبراير، وأن آخر موعد لتسليم الاستمارات للمدارس هو يوم الخميس 29 فبراير القادم، مشيرة إلى أنه لا يسمح بقبول أي استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة. في 8 ثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. نعم فاطمة، كان يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. إلى اللقاء. في أمان الله.